أبدأ معك دكتور باسم أبو سمية. ما لفتني حقيقة هو عنوان لمقال نشرته صحيفة الجارديان هنا في بريطانيا، قالت فيه ليست إسرائيل وحدها التي تحاكم، وإنما في بمثابة يعني اختبار من جنوب أفريقيا لمزاعم التفوق الأخلاقي للغرب من خلال طرح هذه القضية في محكمة العدل الدولية. هل من وجهة نظرك وبمتابعة التطورات يمكن القول بأن الغرب سقط في هذا الامتحان، خاصة مع وجود تباين كبير بين ما تريد الشعوب وهو وقف إطلاق النار كما تعلم الفوري، وبين ما كانت تريد الحكومات طيلة الأشهر الماضية؟ وأيضا في نقطة أخرى لافتة، كيف تنظر لتصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار يتضمن الآن الدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن بشروط تبدو صعبة، لأنه هناك أيضا من وصف الأمر بأنه البرلمان الأوروبي اتجه إلى هذا الطريق حفظا لماء الوجه؟ تحياتي لك أستاذة جمانة وشكرا للاستضافة. الواقع أنه كل ما جرى التقديم له حقيقي، وهو يستند إلى ما يمكن أن نسميه ازدواجية المعايير. ازدواجية المعايير لدى الغرب هي تعريف لتوفير ما يستدعيه وما يتطلبه المعتدي، وكل ما يحتاجه من تسليح وأدوات قتل وغطاء سياسي وإعلامي، مقابل منع وصول الاحتياجات الإنسانية لضحايا العدوان مثل ما يحدث في قطاع غزة. وبالتالي كل ما يصدر من قرارات أو توصيات سواء من البرلمانات أو الحكومات، وطبعا لا نقصد الرأي العام الغربي لأن الرأي العام الغربي أظهر ما لم يكن يظهر في السنوات القادمة، وبالتالي أوجد حالة من يعني عمليا الصحيان أو الصحوة لدى الجمهور الغربي سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا نحو ما يجري في فلسطين، وهو ما يعني يشكل داعم حقيقي لما قد يتخذ من قرارات في محكمة العدل الدولية. عندما نتحدث عن ازدواجية المعايير، يعني هذا يمكن أن يبنى على التشوه في المنطق الغربي في التعامل مع قضايا العرب عموما وقضية فلسطين بشكل خاص، اللي يسمى بمكيالين، وهو يستند إلى كما قلت ما قد يتخذ من قرارات وإجراءات وتوصيات. هذا ناتج عن الانحياز الرسمي الحكومي الكامل لإسرائيل، لأنه الغرب عندما أوجد إسرائيل في المنطقة كان دائما يحرص على بقائها ويوفر لها كل ما تحتاجه من سبل البقاء والدفاع عن نفسها، كما أطلق على ما حصل في 7 أكتوبر من سواء من الولايات المتحدة أو الغرب عموما، وأخص بالذكر هنا فرنسا وألمانيا وبقية وبريطانيا طبعا. وبالتالي أكرر أنه كل ما يتخذ من قرارات يبنى على هذا الأساس ويكون عمليا خاضع لأن يكون غير قابل للتطبيق حتى لو صدر عن حكومات وبرلمانات. يعني قرار البرلمان جيد، ولكن أعتقد أنه لن يجد طريقه إلى التنفيذ حتى لو لم يكن هناك شروط.